حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. طبعا استخدام مواقع التواصل الاجتماعي هو من أكثر الوسائل التي ممكن أن تمنح الشخص شعبية وشهرة بين المجتمع، ومتابعة صفحات المشاهير والمعروفين، أي بكلمات أخرى مشاهدينا ممارسة دور اجتماعي وبواقع افتراضي ذاتي الصنع. لذلك أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي بوابة الشهرة لأي شخص حتى وإن كان لا يملك مقوماتها. للتعرف أكثر على موضوع دور مواقع التواصل الاجتماعي في شهرة الأفراد، معنا اليوم في الاستوديو الأستاذة مثايل آل علي، خبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي. صباح الخير. صباح النور. حياك الله. بداية لو نتكلم عن مواقع التواصل الاجتماعي، يعني اليوم كيف صارت هذه المواقع تؤثر بأصحابها سواء بطريقة إيجابية أو شيء سلبي، كيف تأثر عليهم؟ بشكل طبيعي بتأثر، لأن هي كأداة صارت دخلت في حياتنا بطريقة قوية، خلينا نقول استخدامها صار يومي من كبار صغار، ما تفرق بالأعمار. لكن التأثير هل هو إيجابي أو سلبي، أتوقع لأنها أداة استخدامها يعتمد على الشخص. كل أداة في الدنيا تقدر تستخدمها بطريقة صحيحة أو خاطئة، إيجابية أو سلبية. يترتب وراء طبعا دور الأهل والتنمية الذاتية وهالأشياء اللي في الإنسان نفسه. طيب ليش الناس كلها تحولت لمواقع التواصل الاجتماعي اليوم؟ يعني قبل 4 سنوات 5 سنوات ما كنا نشوف هذا التواصل أو هذا الهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي وانت منهم مثلاً. نقدر نقول موضة؟ لا، شوف التواصل الاجتماعي كان دائما موجود من أيام فلكر، إذا بيرجع ورا من الفيسبوك وراح ويا تويتر. الكونسبت للسوشيال ميديا أو مواقع التواصل الاجتماعي موجود. الأداة، موضة الأداة الجديدة اللي بدأت، يعني انستغرام رفع مستوى التواصل الاجتماعي، صار أسهل. صحيح. سناب شات خلا إيفن أسهل، وبتيد أدوات أكثر إن شاء الله تسهل الموضوع. يمكن عشان كذي صار استخدامها لنطاق أوسع أو جمهور أوسع بسبب سهولتها. صحيح. أتوقع. صحيح. نعم جميل. طيب مثال، يعني اليوم صار يمكن في منافسة كبيرة بين الأشخاص اللي يجمع أكبر عدد متابعين، بأي طريقة كانت، يعني المهم أنه يكون عنده عدد المتابعين. ومثل ما ذكرنا في المقدمة، ربما البعض يكون عندهم ما عندهم المقومات مثلا ويكون عندهم، وانتشرت أيضا مؤخرا بعض شراء المتابعين أو غيره. فشو رأيك في هذا الموضوع كله؟ كنت يعني خبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي. شيء وايد مهم دائما أذكره، مو بكل مشهور ناجح ولكن ناجح مشهور. هذا الشيء ما ينطبق بس على السوشيال ميديا، هذا ينطبق بشكل عام على الحياة. موضوع الفولورز اللي زاد، أو الموضوع اللي صارت اللي كل حد يبغى زادت فولورز، الاتنشن اللي استوى أو الأمثلة اللي موجودة. إحنا دائما بالذات الأطفال الحين تسأل شو تبغى تصير لما تكبر، بيقول لك أنا بس مشهور في إنستغرام. من الأشياء الخاطئة لسبب واحد فقط، الأطفال هذين ما يشوفون الأمثلة الصحيحة. صحيح. أو بمعنى آخر، ما يشوفون إحنا شو سوينا طول حياتنا عشان at the end of the day نستوي مشاهير أو نكون عندنا العدد من الفولورز. We didn't wake up مثل ما يقولون، صحينا في الصبح وقلنا وصار عندنا 300,000 ولا 400,000 ولا. الموضوع مثابرة، الموضوع تفهم للأداة، كيف نوعية استخدامها. الأطفال يشوفون واحد عنده 1 مليون فولوور يقول والله خاص أنا بأستوي نفسه. صحيح. على الأشياء اللي حصلها. توقع هاي توعية الأهل هو شيء مهم. وتوعية الشخص نفسه لنفسه، يعني شو أسباب اللي أنا أكون فيها مشهور. ليش شو اللي أنا أعرضه عندي في هذه الأداة يخلي الناس يبون يشوفون أنا. صحيح. أو يتابعوني أساسا. صحيح. في يومهم. صحيح. نعم جميل. عاد الانستغرام خربت عليهم، تحيد محمد يوم طرشوا المسج انه بيتم حذف كل الوهميين، لاحظنا انه يعني كثير نزلت عندهم الاعداد بشكل ورد. كبير. طيب احنا تكلمنا عن الشهرة، وتكلمنا عن المثال الوهمي اللي اليوم الناس تركض وراه، يعني تشوف ان شخص عنده 1 مليون لازم انا اتبعه ولازم انه يكون قدوة بالنسبة لي. هذه امثلة نشوفها، لكن ايضا انستغرام اليوم دخل في موضوع التسويق، دخل في موضوع الاعلانات. اغلب الشركات اليوم تتجه في مجال التسويق، في مجال انها تكسب العملاء من خلال مواقع التواصل. محمد انا صاحبة شركة تسويق. صحيح. انا صاحبة شركة تسويق، شركة تخيل للتسويق مختصة في التواصل الاجتماعي. لأنها أداة، دائما أقول أنها أداة لكن هي أداة جدا ذكية. صحيح. ولذكائها صار استخدامها في 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 التينج أو أي تفكرين فيه. فكرة الشركة جتني من أشياء أنا كنت أسويها، لأن أنا كنت أسوي ماركتينج through my channels أو through قنواتي بدون ما أحس. صحيح. صار هو
طبيعة الحال. فهذه كانت الفكرة اللي خلتني أبدي شركة. فكرة ناجحة. ماركتينج ثرو سوشيال ميديا أسهل شيء ما يكون. أسهل وبسيط. أنت لو تحط لافتة في الشارع ما حد يشوفها. بس لو تحط لافتة في تليفون حد بتشوفها. الفكرة التفكير هو نفسه لكن وين تحطها تداول الأسهل. جميل. طيب مثال يعني اليوم عالم وسائل التواصل الاجتماعي يجمع من كل العالم أشخاص نعرفهم وما نعرفهم بعد. اليوم عليه الشخص أنه يكون حريص في بعض الأمور في مواقع التواصل الاجتماعي، سواء من شيء يكتب، شيء يرد على شيء معين، الرسائل الخاصة وغيرها. شو الأشياء اللي الشخص لازم يكون حريص فيها تماما؟ هو فكرة الحرص طبعا، يعني أنت تكونين مسؤولة عن أي فكر سواء جيد أو غير جيد أنت تعطينه لعدد الفولورز اللي عندك. شو الأشياء؟ أنا دائما أقول إن كل ما أنت تنشر شيء إيجابي ولو بسيط، لو أنت تفكر بنشر إيجابية بسيطة سواء عن ابتسامة أو شرب ماء أو أي شيء، بساطة الشيء هي اللي تحدي. هاي واحد من الأشياء اللي واحد يفكر فيها. ثاني شيء إحنا لازم وايد نفكر، يعني بالذات ليتلي صار في وايد أطفال مشاكل في التواصل الاجتماعي. صار واحد عمره 5 سنين عنده إنستغرام، شو قاعد يشوف؟ مثل ما كنا قبل نقول والله العيف التلفزيون يسوي ويخرب عيالنا وهالأشياء، ترى الحين إحنا شاشات. يعني أنا أعرضه يمكن يؤثر على بنت أختي بدون ما أنا أحس. صحيح. فصار منا وفينا، صرنا إحنا تلفزيون، صرنا تلفزيون صغير في كل حد. بالفعل. يعني نتمنى الجميع ياخذ بهذه النصائح. كل الشكر على وجودك ويانا في الاستوديو الاستاذه مثايل آل علي، طبعا خبيره في مواقع التواصل الاجتماعي، ولانا شخصيا وايد احب اسمها. شكرا جزيلا على وجودك ويانا. شكرا. اذن مشاهدينا وصلنا لختام حلقتنا لليوم، نتمنى انكم استمتعتوا بفقراتها. موعدنا يتجدد وياكم باكر في نفس الموعد. نشوفكم على خير، مع السلامه.